تأسيس جمعية البليري كان سنة 1999، يعني نقدر نقوله هي من أقدم الجمعيات هنايا في الجزائر. اكتسبت خبرة كبيرة في عالم المسرح بفضل كما نقولوا حنايا بفضل يعني التميز تاعها في الأعمال، بفضل المشاركات الوطنية والدولية، حصل على عدة جوائز وطنية ودولية، وحافظنا على هذا المبدأ الأساسي اللي هو الفن. راهو كذلك وأهم شيء سي أخلاق، سي روح فريق، سي أنا وأنت، موش غير أنا برك. بلا بيك ما نقدر ندير والو، بلا بيا ما تقدر ندير والو، لازم في بعضنا باش نديروا حاجة، وهذا هو الروح الأساسية تاع المسرح. يخرج الشيء اللي شافه هذاك، علاش هذوك يجي واحد في عمره 9 سنين ولا عامين يتفرج، هو يشوف تيش تا ما يفهمش، بصح عصير التناج راح يخرج في اللاوعي تاعو، لو سيب كونسون يخرج يقول لك التصويره اللي شفتها، بصح اللقطه اللي سمعتها، كان يهضروا على هذيك الحاجه. ظهر لي ان شاء الله تكون فال خير على المسرح الطفل عندنا في الجزائر عامه، ونغيروا شويه من الفكره تاع كي ننظروا للطفل، ونعطيوه قيمه على انه انسان كائن يخمم ويفكر كيما لاديلت. بروجي 2014-2015 ان شاء الله يكون ينال اعجاب كل المشاهدين، ان شاء الله ربي يوفقنا. عرضت على الاطفال نسيم اربعة، موضوع جديد كيف نقولوا، ابروش جديد لمسرح الطفل، وهذه مسرحية شغل تحدية فعلا، خاصة من ناحية النص، اللغة العربية، الأداء. ظهر باللي نص مليح، نص هدف، نص صدير عنده معنى كبير، راحين نقولكش نعالجو به، لكن نوصلو به امور كثيره للطفل. كما بالك كون شفتها انت، راهم بزاف يقولوا راهي تسمى موجهه للكبار ماشي للصغار. جمعيه البليري للفنون والاداب اجواء تاعها دايما كاين كومبليسيتي اونتر لو جروب. الارض تسمى رانا مع انا بالطبع بكل نعرفو، كي الولاد الصغار كي الكبار كي هذه، لازم الناس ما نحفظوا بها بل تحفظ بها. أخطاء على مستوى البيداغوجي، على مستوى النفسي بالنسبة للتعامل مع الطفل. إذن هذه النسيمة أربعة جات سلسلة أو تكملة إلى المشروع الأول اللي هو رمانة، اللي نحاولوا فيه تصليح هذه المفاهيم وإعطاء نظرة أخرى جديدة لمسرح الطفل، على أن الطفل راهو كائن حي، لحم ودم وروح، كائن مفكر وذكي. لا مكان لك أيها الإنسان فوق الأرض إلا الأرض، لا مكان يأويك خارج الأرض إلا الأرض. أنا السعيد نسيم 4-2، إنه مشروع أخي القادم. لا
لأطفالنا. قبل ما تكون مفيدة لنا، تكون مفيدة لأطفالنا، مستقبل بلادنا إن شاء الله.